حقيقة كبريات الصحف الأمريكية سلطت الضوء على المشهد ده، لأن المسألة تعدت دخول رجال الشرطة واعتقال البعض، ولكن وصل الأمر برجال الشرطة الأمريكان إلى أنهم يقتدوا بقدوة الأمن المصري ويدخلوا يعتدوا على الإعلاميين اللي بيغطوا هذه التظاهرة، زي اللي حصل مع مصورة قناة فوكس نيوز الأمريكية. الغباوة الشرطية طلعت إنها واحد سواء في أمريكا أو في مصر. الموضوع ما وقفش على كده، ده احنا شفنا مشهد الحقيقة ما شفناش في مصر، وهو دخول الشرطة الأمريكية بالخيول لحرم الجامعة، زي البوست اللي شيره الأستاذ شادي لويس وقال ده مشهد جميل جدا. خلينا نشوف كده شادي لويس قال إيه. أهو قال إيه بقى، مشهد جميل جدا والشرطة الأمريكية بتقتحم الجامعات بالخيول، إن شاء الله يستفيدوا من التجربة المصرية، وعلى الأسبوع الجاي يكونوا بعتوا جابوا الجمال من نزلة السمان. يعني الأسبوع الجاي الحقيقة ممكن يا شادي يتطوروا شوية ويقلدونا ويدخلوا الجمال. طلبة جامعة هارفارد، على فكرة إدارة جامعة هارفارد قفلت الحرم بتاعها عشان تمنع المتظاهرات، لكن الطلبة بتوع الجامعة الحقيقة فتحوا رشاشات الجناين على الإدارة، يعني على المعتصمين. نشوف كده التدوينة دي. جامعة هارفارد العريقة تطلق رشاشات زي النجيل ري النجيلة على خيام الطلبة الساعة 4 فجرا في ظل درجات حرارة منخفضة جدا تمرد طلاب أمريكا. أهو الجامعة الحقيقة مرضتش، حالة الجنون والسفه اللي عايشاها وصلت بيهم إنهم يعملوا صور لمحاصرة الطلاب، وده اللي حصل في جامعة نيويورك، ولقوا معمول وحشاوي، معمول مصري برضو، يعني معمول بنوهات كده مصري برضو، اللي هو ايه، لقوا في المخازن اي حاجة فحطوها. بص قبيح، مصري برضو عسكري. بقول لك مصر دي رائدة، انتوا العالم العربي على فكرة انتوا مستهونين بمصر، والله ده مش شغلنا احنا، ده راح امريكا، ده مش شغل مصر، ده حتى القبح والوساخة والعفانة دي مش شغل مصري. عيب عليك يا بيه، وانا غشك، ده شغلنا يا بيه، ده احنا العالم يجيب لنا تكنولوجيا واي اي وذكاء اصطناعي واشي مش عارف، واحنا احنا بنصدر له الحاجات الجميله، بنطلع له خلاصه الوساخه. اللافت بقى ان الجامعات دي هي بتعتبر كريمه العمل الاكاديمي والسياسي والعلمي في الكوكب.